من اي تكوين واي ناس موجوده، وما شاء الله اللي بيجي كمان بيبقى تلتين بيزيد عندنا، بيبقى رايح على منتخب مصر باسرع وقت. يمكن امامنا على الشاشه بدايه تسخين طبعا حراس المرمى النادي الاهلي محمد شناوي. طبعا كابتن يعني ربيع، عايز اسالك في جزئيه يعني هل المباريات القادمه زي يعني كابتن عادل فتح لنا الجزئيه دي، جزئيه اللاعبين اللي ممكن السنه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي يبقوا متواجدين، بالاضافه طبعا انت عندك لعيبه هترجع، يعني حته الهندله دي يا كابتن كمدير فني حضرتك، انت بالمباريات المتبقيه دي فرصه لبعض اللاعبين ان هم يثبتوا نفسهم؟ طبعا ما احنا قلنا الجهاز بيحرص على تجهيز كل اللعيبه، ما احنا تجهيز كل اللعيبه ده معناه ايه؟ وهو طبيعي جدا انت اللي يطمنك ان الجانب الاداري في النادي الاهلي ماشي بنظام 100%. انت عندك كابتن زيزو، الكابتن زيزو عندك لجنه كوره موجوده، كابتن عبد الصادق طبعا مع كابتن لجنه الكوره دي شيء، وان الكابتن زيزو خد بالك المدير الرياضي هو من شهرين بيجهز للقائمه الافريقيه ومين اللي هيبقى موجود ومين اللي عارم من ساعه ما المجلس نجح وجبه موجود. فالجانب التنظيمي ما فيهوش اي قلق. انت دلوقتي لو حسام قعد فاكيد في جلسات ما بين الجهاز الفني ولجنه الكوره، واخد بالك؟ فالجانب التنظيمي من وجهه نظري بنسبه في النادي منتهي تماما، ما فيش قلق ولا حد يقلق عليه، لان طول عمر النادي الاهلي مدرسه في النظام. الجيش يا جماعه لو تلاحظوا في ناس السنه دي كنا بنفاجئ انها تقعد بره على الدكه وهي لعيبه، ده احلال وتجديد. حسام عاشور ده كان بيقعد، ما كانش بيقعد. اللي اقصده ان الامور ماشيه بدقه وبعنايه وباهتمام وبادارات وفنيات وخبرات غير عاديه للموسم الجديد، لان انت مطالب انك توصل كاس عالم للانديه باذن الله، الدوري ده خلاص ان شاء الله يتعمل. فالمطالبه دي يا محمد مش هتيجي عشوائي، لما يكون على راس المنظومه الكابتن محمود الخطيب، وانت عارف الكابتن محمود الخطيب لما يتعامل على المستوى الاداري والفني، لما تكون منظومه فيها خبرات كبيره جدا جدا، وعلى ما هو عامل مجهود غير عادي فني في 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 لعيبه وفي اختيارات وحاجات كتيره جدا. فاللي اقصده الترتيب بالنسبه للقائمه اكيد على احسن ما يكون، بالنسبه للمراكز. لا اصل سعيد جدا يا كابتن، احنا خلاص ما بنفكرش في نتيجه المباراه عشان ناخد الدوري، احنا بنفكر في السنه الجايه بقى والمباراه القادمه، ودي حاجه النادي الاهلي بيمتعنا وبيمتع جماهيره وبنطمن الناس. يعني طبعا عشان كده احنا بنضحك بس ربيع. انا بس استاذ عادل، احنا عايزين الدوري وزي الفل وما نضحكش ليه، نضحك ربيع. عايزين اثنين ورا، احنا لازم ننوه ان احنا في بطوله افريقيا غير الدوري العام وكاس مصر. طبعا احنا المقابلات اللي بنقابلها في مصر هنا غير اللي هنقابلهم في افريقيا. في لعيبه انا محتاج اثنين ورا دلوقتي، انت في لعيبه اثنين ورا ماسكوا. اسمعني يا كابتن، اتغلبت انت يوم الخميس بعد اذنك الله يهديك. تعمل ايه؟ لا بقول لك اسمعني، هي اللي اتغلبت يوم الخميس وخد الفرقه كلها. في لعيب بيتفاوض فيه في القلب بالذات، ده اثنين او ثلاثه الحته دي بس اللي ناقصانا يا كابتن ربيع. طب واحنا بنتكلم كده الباك ليفت لو خرج عليه معلول، انا قلت لك عايزين واحد في ناحيه الشمال. انت متوقع كابتن عادل ان من خلال كاس العالم هتلاقي بعض اللاعبين خصوصا الاجانب؟ وده تصريح على فكره كابتن حسام البدري صرح بيه ان احنا بنجهز ان احنا ممكن الثلاث لاعبين المحترفين اللي عندنا يبقوا مش متواجدين نتيجه اشتراكهم في كاس العالم. احنا ما شاء الله عندنا الثلاث لاعبين المحترفين متواجدين في كاس العالم كابتن، فممكن يقولوا عروض، وده المفروض انت بتشتغل فيه. يعني انت فوق انك انت بتعمل تيم بياخد بطولات، انت كمان بتعمل ارقام، لان كره القدم صناعه. انا كده، انا لعبت كده في السعوديه بخمس لاعبين تحت السن، دي كانت مهمه جدا وبتخش شكل احترافي. بس هو السؤال هنا، انا الاتحاد الافريقي عامل 30، انا عايز اجيب 30 لاعب خبره. انا بلعب على اصعده كتيره، انا بلعب على كاس عالم انديه، انا بلعب على بطوله افريقيا. انت لسه كابتن شريف لسه قايل عايز سردباكين اقوياء علشان بطوله افريقيا، وانت لسه قايل ان انت لعبت عندك 16 سنه ونص، وانا لسه قايل لك ان انا لعبت اولموست 17 سنه. انت 13 سنه ونص يا كابتن شريف، انت عربيه لعب 12 سنه. سابق سنه. عايز اقول لك على حاجه، انت لسه مكلمني في النقطه دي، احنا ليه ما بنبصش للاولاد؟ احنا هنستغنى عن اي ان انا اروح اعمل احلال وتبديل، احلال وتبديل بره. طب ما نشوف اللي جوه زي ما ربيع قال، بنصرف ملايين عليهم. وعايز اقول لك على حاجه، ولو مش هيلعبوا هبيعهم واجهزهم، هيبقوا معايا، خدوا خبره وخدوا كل ثقه وخدوا كل حاجه، اقدر اوديهم بره مصر مش جوه مصر كمان. بص يا كابتن شريف، فكابتن ربيع دي حاجه مهمه دايما يقولوا مقوله في مصر، يقول لك ايه؟ ان في ناشئين افضل من ناشئين الاهلي في الانديه، مش هجيب اسماء، لا بالعكس، انت طول عمرك انت الافضل على الاطلاق، لانك انت الاطفال الاولى اللي بيجي لك الناس الاول.